يوريك المكونات قبل ايه؟ ما يطبخها ويجهزها، وتلاقوا فجأة كده الحاجة موجودة قدامه متقطعة وجاهزة. هو قبل ما يطبخ ايه اللي بيعمله؟ بيشوف كل الانبوتس اللي هيدخلها في الطبخة جاهزة ولا لأ؟ دي واضحة؟ تاني حاجة بروسيسنج، هو هيسوي على ايه؟ مش على النار؟ هيسوي على النار. انتوا مالكم حتى في الطبيخ ايه الاخبار؟ مالكم؟ لازم يطمن ان البوتاجاز موجود وشغال ونوع الحله دي منزله معاه، ده اسمه بروسيسنج. ثالث حاجه هيفضي في اي طبق، هي دي الاوتبوت. فقبل ما يطبخ هو كده شغل البوتاجاز؟ لا، هو كده خد اللحمه حطها في الحله؟ لا لسه، هو كده حط حاجه في الطبق اللي هيعرض فيه هيحط فيه الاكل؟ لا برضه لسه. عيد تاني، عيب تاني يا بنات. لا اسمع، جيد، ده كده الستبس المفروض بتدخل في طبختي لو انا هطبخ. نفس القصه هاخدها فين؟ في الكمبيوتر هنا. يبقى ايه الانبوت عندنا هنا يا جنى؟ اللحمه متقطعه، البصل متقشر، صح؟ مالكم؟ صعبة؟ صعبة عشان مش مشاور تقريبا. كده أحسن؟ كده أحسن؟ جزء الانبوت اللي فوق ده اللي أنا بشتغل بيه، جزء الداتا بروسيسنج ده اللي باخد فيه أحط اللحمة على النار تستوي، صح كده؟ لما صح. ده الجزء اللي بقدمه، بقدم فيه الاكل بعد ما يستوي. كل الجزء ده بطمن ان الموديل شغال قبل ما اطبخ. اعيد تاني. لا انا فهمت، جود، من فضلك اشرحي لي فهمتي ايه؟ فهمت انه يعني بنتأكد قبل ما نعمل اي حاجة انه كل حاجة شغالة، وبعد كده بنبدأ نعمل input والprocessing وبعد كده output. عشان اشغل. طب يا دكتور يا جانا، ممكن تقولي لي طب انا عرفت منين يا دكتور ان في ايرورز، في حاجه من الستبس دي ما لقيتهاش موجوده قبل ما رن؟ لا لقيت عندي حاجه جاهزه، ولا لقيت البوتاجاز مثلا يقدر يكون فيه غاز عشان يشتغل، انا لسه ما عملتش رن. عشان كده بتسموه ايه؟ دراي رن. كلير؟ نخش بعد كده على التريس تيبل. التريس تيبل while I am dry run being worked through، هشوف كل ستيب بتطلع لي ريزلت عامله ازاي. ازاي؟ مفيد جدا في التريس تيبل اني اقدر افهم ازاي اكتب الكود واطلع اوتبوت كل فاريبل قبل ما اشتغل. يعني ايه اللي هيطلع لي في كل فاريبل؟ انا دلوقتي عشان انتوا شاكين مش اكيد مش فاهميني ولا فاهميني؟ مش حد أنا يرد فاهم. عليا، مش فاهمين. عندي فاريبل في النمبر اوف ستودنت اللي مع دكتور محمد دلوقتي، بخزنه فين؟ في ايه؟ ايه ده الفاريبل بتاعي؟ ما دام فاريبل يبقى هيشيل فاليوز ممكن تتغير. اول ما بدات السيشن دخلت لقيت لما، يبقى انا عندي هنا في الفاليو اي دي موجود كام بيرسون؟ بعد كده بقيت انا موجود معاها كمان، فتضاف 1 على لما، يبقى في كام بارتيسيبيشنز موجود في الجروب؟ حصل له ابديت. كل ده انا عمال اشوف الاوتبوت في باتريس، يخش السنتر يشوف دكتور محمد دخل ولا لسه، يبعتوا لي انت فين يا دكتور محمد؟ اه يلاقي لي موجود. ناقص مين؟ ناقص جنى. جنى دخلت، بقى كام بيرسون؟ يبقى 2 دي بلس 1 اللي احنا كنا بنستخدمها كاونتر زمان، فاكرين؟ هيخلي اللي في الايه ده كام؟ 3 participations. في 3 participants موجود فين؟ في اللينك دلوقتي. Is that clear؟ التغيير اللي بيحصل في البروجرامينج عباره عن ان الفاريبل ده بياخد ممبر كل شويه. طب البروجرام ده لقى في حد من السنتر حاليا داخل بيسجل معانا اهو، بيسجل اسم زد واي زوم. ده بالنسبه له ايه؟
هل هو embedded داخلي؟ هل هو something called، عارفين لما يكون حاجة متخزنة داخليا embedded عندنا implicit و explicit، فاهمين دي؟ ايوه. implicit و explicit خدتوها قبل كده؟ لا implicit حاجة ضمنية، explicit حاجة بكتسبها مع الوقت. يعني أنا ضمني أقدر أتكلم مع حضراتكم كبنات، ما ينفعش أقول إزيك، لازم أقول إيه؟ إزيك. دي حد علمها لي دلوقتي، ضمنية عندي صح؟ طب ليه explicit؟ إن أنا ما أعرفش أساميكم إيه، فلازم أعرف مع الممارسة إن أنت لما وإن أنت جنى. يبقى الفرق إيه بين implicit و explicit؟ الامبلاسما بيكون يعني انا احنا اوريدي عارفينها، يعني مش محتاجين نعرفها يعني لوحدها بنقولها، واكسبرسيف بيكون بنعرفها مع الوقت، يعني بنحفظها مع الوقت. ضمنية. هناخد نفس الكونسيبت ده نحطه فين؟ نحطه دلوقتي عندنا في الكمبيوتر. بمعنى دلوقتي انا عندي حاجة امبليسيت زي ايه؟ زي كودينج محجوز للكمبيوتر. لما اجي اقول له من فضلك هات لي الافريج او المين بتاع رقمين، يقول لي لا انا اسف المين ده محجوز عندي للكمبيوتر، ما ينفعش تاخد المين. الكمبيوتر لما اخترعوه عملوا حاجة اسمها المين محجوز عندنا. يبقى الكمبيوتر في الكودينج في اوامر انا ما ينفعش استخدمها، محجوزه عندي. الحته دي واضحه؟ واضحه. وفي اوامر انا اقدر استخدمها، assign girls وافتح array او list احط فيه اسامي بنات لما وجنى والولاد عمر. صعبه؟ معلش ممكن تعيد؟ حاضر. بفتح array اسميه باسم انا عايزه، الاسم ده ممنوع استخدمه؟ لا انا حر. ليه؟ انه explicit خارجي مش محجوز للكمبيوتر، not implicit. في البروجرامينج حاجه اسمها المين. المين ده منه صفحات بعمل لها امبورت. لما اعمل امبورت بس بجيبها عندي انا في الكودينج، كل الفانكشنز اللي فيها بتشتغل على طول. فاكرين الطباخ اللي قلناه من شويه اللي بيبقى عنده حاجه جاهزه عنده تحتيه طباخين مساعدين، هل هو هيقعد يقشر قدامنا في التلفزيون البصل ويقطع اللحمه؟ لا، هو بيورينا بس المواد الرو ماتيريال اللي هيستخدمها. طب عنده ناس تانيين قطعوا وجهزوا البصل واللحمه وكل حاجه وحطوها لنا على طول في اطباق عشان يشوفها قبل ما يحطها في النار. تعمل الحته دي كويس؟ جود. دي امبليسيت جوه الكود، انا مش مضطر اكتبها لان لو كتبتها هبذل مجهود كبير وده مش هعرف اعمله. نخش بقى على ايه؟ التري ستيبل هاز كولومز. الكولومز بتوضح لي كل فاريبل نيم، ايه الانبوت بتاع كل اسم فيهم في الفاريبلز، وايه الاوتبوت اللي المفروض يطلع منه. بليز بي ادفايسد الاوتبوت ده يحصل له ابديتنج لو اللاينز اوف كود قالت لي اعمل ابديت. Is that clear؟ Good. الدراي رانز والتري ستيبل صعبين ولا واضحين؟ تمام. تمام. انا عايز جانا تشرح لي التري ستيبل الاول وبعد كده لما تشرح لي الدراي رانز. عيد تاني. يعني أنا أبدأ ولا؟ لا انا عايز العكس، في حته عايز جانا لو ركزت فيها تقولها لي ولا بتشرح تقدري؟ جانا
تحب عيدها تاني قبل ما تبتدي؟ ماشي. اوكي كلميني على طول. اوكي وانا شغال في دراي ران في نفس الوقت اللي بيحصل، اسف، وانا شغال بعمل تيست تيبل لازم وانا شغال في نفس الوقت اللي دراي ران بيحصل فيه. ايه ده؟ يعني وانا بعمل دراي ران لازم اخد منه الفاليو بتاع كل اوتبوت لكل لاين واحطه في الاوتبوت اللي يطلع في تريس تيبل. اه لازم. تريس تيبل شكله صعب يخوف بس سهل في استخدامه ولا لا؟ خدتيه معايا جنى؟ آخر لقيتيه صعب ولا سهل؟ في الأول كان صعب. في الاول شكله بس، لكن وانت بتحليه لقيتي اسهل منه؟ أو بقى سهل. سهل جدا كمان. مش قلت لك لا ده سهل جدا تستخدميه وتتعاملي بيه. طيب وانا بعمل دراي ران باخد كل اوتبوت فاريبل اخد منها الرقم واشوف البروسيسنج الفانكشن اللي عايزه مني، يعني بلس ولا ماينس ولا ديفايد مالتبلاي وات ايفر، واروح حاطه بعد ما اعمله بروسيسنج فين؟ في الاوتبوت. This is called a trace table. باخد تيبل اراقب فيه كل الاوتبوتس اللي بتطلع عندي لاخر فاليو بتتحط جوه مين؟ الاكس او الواي او الزد حسب بيقول لي اوتبوت فين. بمنتهى البساطه. This is called what? A trace table. صعبه؟ جانا لا تمام. تعرف تشرحيها تاني؟ التري ستيبل بيورينا يعني ازاي البروجرام بيتغير لما الانبوت يكون موجود. كل ما يحط انبوت بيورينا يعني التري ستيبل ازاي بيتغير الاوتبوت. حلوة قوي دي. تعرفي هي قالت ايه يا لما؟ كل لما يحصل انبوت جديد يحصل تغيير في الاوتبوت، يبقى التريس تيبل بيركز على ايه؟ اي انبوت بيحصل عندي وبيعمل تريسينج. صعبة؟ لما لا عايز دي في حاجة يا جنى؟ لا تمام. طيب لما اتفضلي. ايه دراي اه ران؟ ال dry runner it's basically it's a method that we use in order to know like how the program works and also to identify the errors that that's in a program. ممكن نقول it could happen، ممكن نقول اللي المفروض تحصل عندي وانا هاكسبكت حصولها. خلاص؟ نعم. ليه؟ انا لسه ما عملتش راننج، انا مجرد ايه؟ بتشيك هل هيحصل معايا ولا مش هيحصل معايا؟ جاست ات، يعني هل المواد اللي انا محتاجها عشان اشتغل موجوده ولا مش موجوده؟ صعبه؟ جنى حاضر. الاكسبكتيشن، هل الانبوت اللي المفروض يكون موجود عندي موجود ولا مش موجود اللي هشتغل بيه؟ هل البروسيسنج ستيبس اللي المفروض تشتغل عشان تديني اوتبوت موجود عندي ولا لا؟ اكمل. اه تمام. هل الاكسبكتد ريزلت بناء على البروسيسنج اللي المفروض يحصل ده هتطلع زي انا مطلوب مني ولا لا؟ فخلي بالك لازم تقولي للموديل ايه الاوتبوت بتاعي، ما ينفعش تسيبيه يخمن، تديله الانبوت وهو طلع اوتبوت اللي انت بتقول انا عايزاه. طب هو كده بيعمل ايه بقى يا لما؟ لما انا بديله الانبوت والاوتبوت بيتشيك لو هو it's gonna work and if there's any errors. جود، والموديل نفسه لما بيشتغل بقى اوتوماتيكلي راننج بيعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن، بيجيب لي الاوبتيمال سوليوشن، افضل وسيله للوصول للفاوندري زي مثلا قال لي كده فاوند ايه، يوصل لها باقل وقت ممكن باقل تكلفه ممكنه. خلاص؟ باحسن جوده ممكنه. احنا اتفقنا الكمبيوتر بيشتغل بكونسيستنسي، عنده توحيد في الاداء في النهايه، وعنده ايه تاني؟ سرعه في عمل المطلوب، وبيشتغل على كميه بيانات كتيره جدا وقته قليل جدا. بيعمل كام حاجه؟ بيعمل كام حاجه يا جنى؟ خلاص أول حاجة بيشوف الانبوت اللي احنا محتاجينه. وانت ينفع تعلي شوية المايك؟
بيشوف الانبوت اللي احنا عايزينه موجود ولا لا. لا، الكمبيوتر نفسه بيشتغل كونسيستنسي، بيطلع الاوتبوت ريزلت بصوره كلها موحده، مش مره طلعها لي 17000 مليون، 17000 مليون و200000 ونص، مره طلعها لا 40 في 10، لا كلها ونص. كل برودكتس بتطلع من ايفونز كلها نفس الحجم، بيشتغل على كميه كبيره من الداتا، بيشتغل 24 ساعه ما بياخدش بريك، بيطلعها بسرعه، ياخد مودلز كتيره قوي يطبعها ويطلع ريزلت عاليه. ايه تاني يا لما اخر حاجه؟ مش عارفه بسرعه ايوه كبيره يقدر يعمل تريليونز، الكلام ده اكتبوه مهم، يعمل تريليونز اوف كالكوليشنز بير ملي سكند، دي ميزه الكمبيوتر. خلاص بنلاقي في العملي جزء الكونسيستنسي دي بيساوي ايه في السؤال؟ في كل الاسئله تقريبا، تقريبا حاجه اسمها ايه؟ اندنتيشن. يعني لازم الكود عشان يشتغل صح اعمل له ايه؟ اندنتيشن. ايه الاندنتيشن دي؟ التابنج اللي بيحصل في كل لاين في براكتيكال عشان الكود يتفهم. بصوا معايا كده بقى، ان الجوريزم اند تريستيب اريا لما A student has written an algorithm to carry out a linear search. The output found is found if a particular search item is found in a given list. She tests the algorithm with the following data: 3, 6, 9, 13, 17, 21. She uses the number 13 as the search item. The trace table below shows the value of the different variables compared with the searched item. طب هنحاول نقرا بس اي سي تي، اسف كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس لما اشتغل فيها هفهم ان كل كلمه الانجليش لانجوج ليها معنى في الكمبيوتر ساينس. ريتن يعني انا بنفسي اللي بدي انبوت، كلمه ريتن دي معناها ايه؟ خد مني انبوت، عشان كده عمل سيتنج للديتا اللي هنا 3 6 9، ده مين اللي دخلهم؟ اليوزر. ينفع الموديل يجنريت؟ لا، جنريت عكس الريتن. خد نوتس، something generated عكس ايه؟ written. صعب عليكم دي؟ اشرحها تاني؟ حاضر، بإكزامبل ولا اعيد تاني الكلام شرح؟ لا شو الشرح ان written انا بدي للتيبل ليست هنا data، بقول له مفر لك خزينه عندي بمنتهى البساطه. في الجنريتد الكمبيوتر بيعمل اللي هو عايزه، يحط مره 30 مره 12 مره 15 مره 17 بمزاجه. اولى تاني لا تمام لما لا تمام فهمت. بس بطريقه هي كاري اوت، لما انا كنت شايفك بتكتبي بس انا مش عارف دلوقتي بتكتبي ولا لسه مش شايفك. لا خلصت كتير. بس بطريقه تكون لينير. لينير جاي من كلمه لاين، يعني لازم ستيب باي ستيب، ما ينفعش ومش مسموح لي هدور في الالجوريزم بطريقه غير لاين باي لاين. دي ليها مزايا وعيوبها، كل طريقه الالجوريزم بتشتغل. انت خدتي معايا لينير يا جنى؟ اللينير بتشتغل ازاي؟ هو بيسيرش كل بيسيرش بيسيرش بيدور على سيرش ايتم ويعمل كومبير لكل ايتم. لا، في حاجة ناقصة. لو بيكمبير يعمل كومبير طبعا عشان يطلع ريزلت، بس قولي فيها اسندنج، بيمشي بالترتيب لاين باي لاين، ما اسمه لينير صح؟ لازم يبتدي من اول
ايه جدع، مين بيستخدم قلم؟ كان في هنا بروسيسنج بيحصل هنا، ده مين بيحركه؟ هتحركه ولا انا متهيألي؟ ما علينا، هي في وقت بيتحرك، مين بيحرك بقى ده؟ مين واخد بقى الريموت ده؟ حد شايفه؟ ما علينا. طيب لغاية دلوقتي يا جماعة أكمل؟ بصوا بقى، وأنا شغال هنا لاين باي لاين، المفروض أطلع أوتبوت يقول لي فاوند لما يلاقي مين اللي أنا بدور عليه. طب هيلاقيه إزاي؟ لازم يمشي ستيب باي ستيب. هاجي كده أبص أنا بدور على مين؟ على بارتيكولار سيرش. لو لقيته في الليست دي اسمها ليست. الليست ليها ميزه انها استريتشد، انها بتاخد ميموري وتابديت حسب الداتا اللي تخش جواها من غير ما تعمل لي مشكله في الكمبيوتر، عكسها الاري اي ار ار اي واي، لازم يكون ليه فيكسد ميموري ان ادفانس. لازم لو حبيت بحيث حد فيكم بعد ما يكتبها عنده في الكشكول يكتبها على السكرين في وايت بورد. لو عرفتوا تعملوا كده هتسمعني؟ ممكن تقول تاني؟ هنكتبها على السكرين في وايت بورد بعد ما نكتبها في الكشكول، هنشتغل عليها مع بعض. حد يعرف يعملها كده؟ حدش أنا يعرف؟ أعرف، أنا أعرف. اوكي. I highly recommended نكتبه زي الانديشن بتاعه موجود بالظبط. الرمل الاحمر ده مضايقكم؟ ساعتين. قول يا جنى خلصتيها؟
لما تتبنى على الموبايل كل ما عايزني ممكن تشيلوا السكرين شير عشان اقدر اعمل وايت بورد. مستر ممكن أسأل سؤال؟ يس بليز طبعا اتفضلي. مستر هو حضرتك عندك تسكايب؟ عايز كلاسيفايد؟ هبعتها لك، خليكي معايا. لا مش دلوقتي، أنا بس يس بس الفكره عايز ابعتها لك بالجزء اللي احنا بناخده بس. دي مشكله الاكسل ايه؟ بيدخل اسئله في بعض. يعني هتلاقي جزء تريست تيبل او جزء سيدو كود داخل معاه جزء السب بروجرامز. خدت معايا السب بروجرامز؟ معايا؟ تقريبا خدته. حلو قوي، هتعرف تحليه بقى. لكن لو مثلا لو خدتي حاجه تانيه زي مثلا المين، ما خدتيش المين مش عارف تحلي سؤال. يعني هتلاقي نفسك وقفتي في حته معينه. فاهم قصدي؟ فرضي بس اكتبي لي على الجروب كده تو سيند كلاسيفايد. ممكن؟ Thank you. طيب تعالوا نبص كده على الموجود هنا. اهم حاجه اراعي ايه؟ ان اكون شغال في ابر ولور كيس. مظبوط، سامعني كويس؟ أو اكون شغال في ابر ولور كيس مظبوط، ما يكونش عندي فيها ايه؟ اي ميستيكس. اوكي عندي فونت خلاص ظبطتها اهي. لما بفرلك تعالي في اللاينز اللي فيها اندنتيشن وشغليها. لاين اف ايتم خليها فيها اندنتيشن. تاب من الكيبورد. الست خليها اندنتد من اف.
set plus 2, 3, 6, 9, 13, 17, and 21. Set found to false. Receive item from enter a keyboard. For index from 0 to length, list minus 1 do. If item equals list index, then set found to true. Send found to display and if and the fourth. اوكي ويل ورك. جانا من فضلك اشرحي لي الكود ده كده لاين باي لاين حسب ما خدنا. set list 2 3 6 9 13 17 18. ال first line ده يعني بنحط في ال variable set ال variable list container ال list جواه الأرقام 3 6 9 13 17 18. بيقول لنا إن ال found false اللي هو لسه ملقاش ال search item, receive item from integer keyboard اللي هو يريسيف السيرش ايتم, الايتم اللي اليوزر عايزه من الانتجر كيبورد. فور اندكس فروم زيرو تو لينك ليست ماينس وان دو. بصوا الليست، الليست مكتوبه ازاي فوق وتحت زي ما هي. ماينس 1 دي مقصود بيها ايه؟ ماينس 1 معناها انه هيضيف ولا هينزل لتحت؟ هينزل لتحت. ينزل تحت معناها ايه بقى يا جنى فاكره؟ ايه ماينس 1 دي معناها ايه؟ يعني ينزل لتحت زي ما قالت لما كده فاكره؟ ده ال items في الليست هتقل, نعم؟ items في الليست هتقل. لا الله يفتح عليك، انت قربتي قوي قوي، حته صغيره بقى، حته صغيره. كنت بتذاكري ولا ايه؟ قربتي؟ لما عندك إضافة؟ لا ما هو يعني ماينس الايتم اللي هو عمله سيرش وما طلعش اهو. أيوه هي دي، الله يفتح عليكي. كل لما أجيب ديتا عندي أخش على طول اللي بعدها. أجين كل لما أخش على الديتا بتاعتي وأخلص منها جزء أعمل إيه؟ معايا اعمل ايه؟ ماينس انقص منها. سامعني ولا لا؟ جود. اذا كلير اعيد تاني. بنات اعيد تاني. حاضر. عشان عندي هنا 3 6 9 13 17 21 21 صح؟ انت تركبهم بنفسك او لاين. لو انا دلوقتي جيت قلت لحضرتك انا عايز 13، جبتها منين؟ ده السيرشنج المفروض اشتغل بيه لينير. هشتغل ازاي؟ ابص الاول على 21 يا جنى. أجين أبص الأول يا جنى على 21. لا في على كم؟ ثلاثة. ليه؟ عشان نمشي عشان بسرعة عشان إيه؟ الأوردر يعني. عشان أوردر. أوردر إيه لما؟ order list يعني أنا linear إذا أبدأ البداية. الله يفتح عليك. لا مش الليست، أوردر السيرش تايب اللي بدور فيه جوه الليست. في فرق عندي، فاكره يا جنى؟ لما بشتغل على التايب اوف الجوريثم سيرش بدور باي طريقه؟ هل هي باينري يعني بشتغل ارقام ولا سيرش لينير
ولا انواع تانية؟ هناخدهم ليتر ان شاء الله. دول بيحكموا في طريقة البحث اللي بتتم على جوه الليست. Is that clear؟ Good. لما بدور في الثلاثة خلاص بدور بنقيس لي كام من الليست دي؟ لو عندي فيها 6 values بنقيس لي 5. ما تروحش تاني الثلاثة، روح اللي بعدها. نقص. روح اللي بعدها. ليه؟ الثلاثة دي ليها رقم. رقمها كام عندنا هنا في الليست؟ رقم بوزيشن. One لا لما سوري zero مش انا zero سوري zero جود وورك، لحقت نفسك على طول. ليه زيرو؟ عشان السودو كود بيشتغل من 0 ل 1، يعني بيبدأ من 0 n minus 1. 99% اجابتك صح. بص في النوتس كده جانا، عندك اضافه؟ n minus 1 والله ما سامع. اكتبي اكتبي طيب في الزوم. n minus 1 هو الأرقام ترجع من 0. يس ان ماينس 1، بس مش زي ما لما قالت كده في السيدو كود، لا في الكودينج كله في الكمبيوتر كله. فهمت بقى لما بروجرس السيشن الثامنه اي ثينك السابعه النهارده ما شاء الله، الله اكبر، بقيتي عارفه هلحق نفسي ازاي. يعني انت مشيتي زي ما يمشي كده جانا معايا فتره طويله لغايه لما عملنا بروسيسنج وفهمنا الكمبيوتر بيشتغل ازاي. ودي حاجه مهمه جدا، خلي بالك البوزيشن بتاع الثري ده 0 و6 1 لغايه 21 بقت 5 كده. احنا ارتحنا جدا وطمنتوني على الجزء ده. اي بعد كده كمل بقى. لو جيت بصيت هلاقي ريسيف يعني استقبل من الكيبورد، خد منه اي داتا من 0 ابتدى ب 0 او تو لينس. اللينس ده طول الجزء بتاع الليست بتاعي. قال لي ماينس 1 ووصل بطريقه تسموها بقى ان ماينس 1، سموها ان هو يبتدي باول رقم اللي هو بوزيشن 3 ده يخليه ماينس 1 يبقى ب 0 زي ما سموها. تسموها ان هو هيعد لتحت كلها واحد، ما تلخبطش. الثلاث اجزاء مظبوطه. اكمل؟ بيقول لي بقى من فضلك انا عايزك تيجي لي تقول لي ازاي الفاريبل بتاعتنا بتشتغل بس على حاجه اسمها ايه؟ تريستيبل. هحاول اعمل شير لكل اللي انت عاملاه عندي ده، بس ما اعرفش هيطفي ولا لا. بقى هولد، انت لو عملتي سبليتنج سكرين يتم ولا لا؟ يعني قسمت الشاشه لجزئين هيحصل لا ولا ما تعرفيش؟ طب انا هاخدهم جنب بعض. هولد بليز، اتمنى بس ما تعمليش حاجه عشان خاطر الحق اخدهم قبل ما الدنيا ايه تبوظ معايا. عامل ماكسمايزد هولد. مش عارف بس ان شاء الله برضه ايه يفنن. انا هخليك تكتبي لي ايه عشان تبقي فاهمه الليست والايتم بيتكتب ازاي وبوزيشن. مهم جدا الكتابه بالذات في البراكتيكال، هتفيدكم وتعودكم مع البراكتيكال بسرعه. بليز ستوب شير. تعرف تعمل لي بقى اخر ورقه بعتها دي ولا حاول اعملها انا اسرع؟ حاول انا جيت بليز
ريد معايا كده يا جانا، الفاريبل اللي على الشمال أراهنا لا أنا أول مركزة. ريكورد الجزء اللي على الشمال. بص معايا كده، Developed tool has value 13 throughout the running of the algorithm. Okay. The variable found contains the value of false at the start of the algorithm and is changed to true if the search item is found. جنى معلش انا في سامعك كويس. The variable found contains the value false at the start of the algorithm and is changed to true if the search item is found. ماشي، انا بس عايز اسال لما هو ليه هنا ال variable كان found؟ found تنفع تكون variable؟ ليه؟ ولو تنفع تبقى ليه؟ عشان مكتوب في الكود set found to false و set found to display. اي بعيد عن الكود، عشان يا دكتور هي اصلا فيها تو فاريبلز، فيها دو تو ايتمز كان بي تشينجد، لانها اصلا الفاريبل سمثينج ابديتد، ولا هي اه ادفع مره تكون فولس ولا تكون ترو. كلير؟ ممكن كملي يا جنى. the variable item has the value 15 throughout the running of the algorithm. running algorithm اقدر بمنتهى البساطه لو سالني في الامتحان في الثيوري اقول له هو ده الدراي ران؟ لا. ليه؟ لما اه نعم. لا اه زعلتيني منك. اه ايه؟ لا انا برد بس. جدعة. طب لا ليه؟ تعرف تردي على جنى؟ لا ده ليه مش دراي رانر؟ يس آه عشان في variable that changes، يعني the output بتاعه بيتشينج. لا، ما انا ممكن اعمل تشينج. يا سلام، بس كده ما انا اصلا براقب في دراي ران عشان اشوف الانبوت والبروسيسنج هيتشينج الاوتبوت ولا لا. عشان كده قلت لك وقتها حتى ايه، لو تفتكري فوق، بص هاتي كده ورقه اللي قبليها، هاتي كده ورقه اللي قبليها على طول. مش ده شيرنج من الواتساب صح؟ بصي قلت لك هنا ايه، تو فايند اني ايرورز، هو بيشوف اصلا هل الاوتبوت ده صح ولا غلط. معنى كده هو قال لك اذا اوتبوت ايه، هيشوف اتش تسيب يعمل لها اكزامين. لا طبعا بيشوف هنا، بس هنا بيشوف عكس هناك. رجع تاني هناك بقى، في حاجة هنا بتقول ان ده مش دراي ران. ايه هي؟ لما ما زعليش منك النهارده بالله. انه في الفاليبل اللي هو 13. variable 13، ما هو ممكن هناك برضه في الدرايه يكون في variable. ايه المشكله؟ throughout the running of the algorithm، لانه فين في الالجوريثم كلمه؟ is running. ايوه كده. بس صح. النوم فينك يا دكتوره؟ تقفل الكاميرا، اصحى يا دكتور، اصحى افتح الكاميرا يا دكتور. ايوه كده بقى، الله يرضى عليك. running يعني انا شغلت الالجوريزم يا جماعه، صح كده يا جنوى؟ لا انا مش شغاله بس ايه اوف لاين ورقه وقلم، لا انا شغال اونلاين برن الالجوريزم. running ده زرار بس بدوس عليه هو بيشتغل كده اوتوماتيك. طيب ثرو اوت ذا رانينج الجوريزم، جود ورك، ما شاء الله عليكم كده، بسطتوني ماشيين مع بعض. ان شاء الله تعملوا ايه، كورس كويس بستور. لو بصيت كده وقلت لدكتوره جنى نيكست كولومز، Columns are معلش used انا اسف يا جنى نسيت حاجه. هو انا ينفع يكون عندي تو فاريبل واربعة وخمسة وعشرة كمان؟ ايه المشكلة؟ اوكي نيكست. افتح الكاميرا يا جانا. Columns are used for the variables and the بستخدمهم عشان اطلع بيهم ايه؟ ال variables outputs. good work. طيب the output when the search item is found بيطلع لي هنا.
هو انا ينفع يا جنى يطلع مره عندي هنا اوتبوت، ومره ينفع يطلع عندي هنا في كل مره، ومره ينفع ما يطلعش؟ نسيتي. معلش ممكن تقول تاني؟ ينفع يطلع عندي في التيبل كل مره اوتبوت، وممكن يطلع في تيبل تاني مفيش اوتبوت غير مره واحده بس. اه جدعة، جود ورك. بيزد على ايه؟ تعرفي تفكرينا؟ ايه بيزد على ايه؟ بناء على ايه؟ تعرفي تفكرينا؟ ان هو هيطلع اوتبوت لما يلاقي السيرش. لا 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 لا، ايه يا جنى؟ ايه يا جنى؟ لا يا جنى، لا لا مش شرط. طب ايه السؤال تاني كده؟ حاضر، ينفع. لا ما فهمت سؤالي ولا لا؟ لا ما فهمتوش. ينفع يكون دايما عندي في الاوتبوت فاليوز موجوده هنا لازم ولا لا؟ زي ما حصل عندي هنا وحطه مره واحده بس، وحطه في النص، ما حطوش في الاخر او في الاول. مش لازم ممكن في اي حتة او طب بيز على ايه؟ جبتي لنفسك بس ما خدناش دي، جانا بس كانت خدها معايا كنت عايز افكرها. ليه بيز على ايه بقى؟ تعرفي؟ مش هو بيست على يعني لا الفاون لا السيرش اتم لا معلش لا لا مش دي خالص يا جنى، هولد بليز. لما ممكن كونتينيو؟ بيست على الفاوند يعني على الفاليو بتاع لا 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 لا، بعيد قوي، معلش بقطع كده بس بعيد قوي. ايه جنى في ايه؟ نسيتي ولا ما ذاكرتيش انت رحت خدت السيشن الثانيه قلت لي انا هغيب اسبوع ونسيتي المنهج ولا ايه يا جنى؟ في ايه؟ انا كمان عايزه اسيتش مين بس ما تيجي ماشي الخميس ولا يهمك، وحشتينا اصلا جنى، عايزين نستعر يا جنى. ان شاء الله. طيب فكرينا كده بقى نعمل ايه هنا في اللاين ده؟ ايه اللي بتحط عندي في لاينز الكود اللي بتقول لي يا دكتور محمد يا اوتبوت ريزلت طلعها ازاي؟ اقول له ايه؟ هنا برنت ولا لا؟ طلع دي امتى على ديسبلاي اللاينز؟ احنا نسيتوا يا جماعه ان بقول في حاجه اسمها انيشاليزيشنز، تبقوا عندكم خط كبير الكود بينيشاليز دي منين؟ من هنا. لما يقول لي هنا كل مره سند ديسبلاي هاجي في كل مره اسند ديسبلاي، ما قاليش وقال لي مره واحده بس تحت هنا. لما الوقت ده يجي يقول لي سند ديسبلاي اروح حاططها هنا بس، خلاص سلام عليكم. وما قاليش لوبينج صعبه. صعبه ممكن تعيد؟ حاضر. انا ماشي لاين باي لاين. الانيشاليزيشنز يعني ايه؟ انا ببتدي الكوب منين؟ انا ببتدي الكوب منين؟ من الاول ولا من النص؟ اصل في اوقات معينه بنبتدي الكود من مكان معين، ده حاجه طبيعيه مفيش فيها مشكله خالص. مكان معين يعني ايه؟ يعني نص الكود اخره اوله حسب، لكن في الطبيعي ابتدي منين؟ من اوله. سهله؟ طيب جيت بقول لي ست ليست 2 3، انا هشرح الكود كله بقى بالمره. ست الليست اول حاجه بدور فيها الايتم اللي انا عايز اعرف فيها هي ايه؟ 13. هل انت لقيت 13 دي في اول مره في لينير؟ قال لي لا فولس مش لاقيها. بيزد على ايه؟ ما هي مش فاوند. يقول لي هنا الفاريبل ده بيقول لك انت لقيت الليست دي ولا لا؟ انا مش عارف مين بيستخدم سكرول، لو حد من السنتر بيستخدم سكرول بليز مش عارف اشتغل. اوكي يبقى انا عندي هنا 13 دي معناها ايه؟ ده الايتم اللي انا بدور عليه. لما اجي اقول لحضراتكم هنا هو ده اللي انا بدور عليه؟ لا ده 3. فبالتالي من فضلك طلع فاين فاوند دي، اكتب في فاوند فولس، شكرا فولس اهي. انا ماشي لاين باي لاين، دي جت منين؟ اهي هنا اهي. شفتوا القلم ده؟ غيره لقلم تاني اسود. عيب من الاول. أوه. حاضر. ايه اللي انا بدور عليه يا لما؟ بدور على نمبر 13. جبتها منين؟ بالسؤال نفسه. هل انا جبتها من عندي؟ لا. لازم اديها لي، ما اقدرش احاسبك
في ايدي اكسل بورد واقول له حضرتك از كمبيوتر ساينس عرفيني ايه النتيجه غير لما اقول لك انا متوقعها ايه، مش هحاسبك غير لما تقول لك النتيجه ايه. قال لي سيرتين وقال لي اشتغل بطريقه معينه. انهي طريقه؟ طريقه السيرش اللي بتمشي ستيب باي ستيب لاين لاين. لقيت هنا لقيت هنا لقيت هنا لقيت هنا، ايوه استنى بقى اعمل حاجه. لو انا قال لي بعد كده اقف هنا خلاص، لو قال لي كمل تاني قول لقيتها في الاول ماشي حسب ما يقول لي. هو قال لي هنا ايه؟ لو لقيتها اعرض فاوند خلاص؟ اول لاين شوف لي الليست حط لي فيها الداتا دي. اول داتا بقول له سيت فاوند تو فولس ريسيف ايتم فروم انتجر، خد ارقام صحيحه. اول حاجه 3 ابتدي 4 4 ليه؟ مش هقعد اقول له لو لقيت 3 اطبع ما لقيتهاش ال 13 فيها. وبعد كده اقول له لاين تاني ما لقيتش 3 اطبع اللاين ما لقيتش فيها، يبقى كده 6 لاينز. لقيت 9 اعمل او ما تعملش، فاهم قصدي؟ كل مره اف زين الس اف زين الس، اضربي 3 لاينز اتليست في ال 6 هيطلع لك كام؟ كل ده لاين اوف كود. انا اختصرته في ايه؟ في الفور. طب الفور ده بقول له ايه؟ ابتدي من اول ريكورد لغايه طول الليست كلها. الليست بتاعها كام؟ 5 سوري 6. عرفت منين اهو؟ ريكورد 2 3 4 5 6. عيد تاني؟ لا أنا فهمت. طيب لا جانا عيد تاني؟ لا فهمت. جود. بقول لحضراتكم لو انا لقيت اول مره ال 3 دي اللي انا بشتغل بيها موجوده وهي فعلا 13، 13 دي جت منين؟ الايتم اللي انا بدور عليه. لو لقيتها موجوده اعمل ايه؟ سيت فاوند وحط فيها فولس. امتى؟ لو لقيتها موجوده. هل في اول ريكورد؟ ده اول ريكورد، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع، ده الخامس، ده السادس. ليه كتب لي هنا زيرو يا جماعه؟ ليه زيرو 1 2 3 4 5 ليه؟ لأن هو يعني the numbers في index. لان ماينس 1 وقال لي تحت اهو رساله نقراها ذا فاريبل اندكس اهي اللي بتحط فيها ايه؟ البدايه انكريمنت فروم 0 تو 5 من غير ما نقول ان ماينس 1 از ذا لينث اوف ذا ري از ايكوال كام؟ 6. اللي احنا عديناهم فين اهو؟ 1 2 3 4 5 6 لغايه كده سهله. امتى احط هنا فاوند سوري ترو اللي هي دي؟ لما تظهر معايا. مين اتكلمت، لما ولا جنى؟ لما لسه مش مجمعاها. لا أنا جاوبت في البداية. انا مش كده مبسوط بقى كده جاب انت في اثنين مش وصلتوا للسيم بيج. بصوا بقى لقيت 13 في اول واحده، لا من فضلك ده رقم واحد في الاندكس اللي هي زيرو، والليست اندكس اللي موجود فيها ثلاثه اطبع حاجه. لا انا اصلا ما وصلتش هنا ليه؟ ما وصلتش لفاوند ديسبلاي ليه؟ هرجع تاني الوب، انا شغال فور صح؟ صح؟ هرجع تاني